السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التوكيد، تطبيقات يعني أنشطة الاستثمار، صفحة 157. غادي نبدأ بالسؤال الأول، وسطر تحت التوكيد المعنوي سطرا واحدا. إذا غادي نديروا سطر واحد تحت التوكيد المعنوي وتحت التوكيد اللفظي سطرين. إذا التوكيد المعنوي هو اللي تيكون بألفاظ كل، جميع، نفس، عين، ذات إلى آخره، وبالنسبة للتوكيد اللفظي تيكون تكرار اللفظ، تكرار كلمة أو جملة أو عبارة. رأيت في حديقة الحيوان الأسد نفسه. إذا بالنسبة للتوكيد هنا عندنا توكيد معنوي نفسه، إذا غادي ندير تحت منه سطر واحد فقط لأنه توكيد معنوي. نعم نعم أنت الفائز. إذا عندنا تكرار الكلمة نعم نعم، إذا عندنا توكيد معنى لفظي هنا، إذا تكرار اللفظ. إذا غادي ندير سطرين تحت كلمة نعم. قال المتهم إني بريء إني بريء. إذا إني بريء توكيد لفظي، تكرار اللفظ، تكرار الجملة أو العبارة إني بريء. إذا غادي ندير جوج ديال السطورات تحت إني بريء. في السنة الماضية جلست على المقعد عينه. إذا عينه توكيد معنوي، إذا العين عين، عين الشيء، إذا العين عينه يعني نفسه، يعني هذاك المقعد. إذا هنا توكيد معنوي، نضع سطر واحد فقط. السؤال الثاني، أملأ الفراغ بما يناسب. إذا بالنسبة ل يعني بتوكيد معنوي أو لفظي، وأضبطه بالشكل التام بطبيعة الحال. إذا هنا غادي نحاولوا أننا نديرو يعني للتوكيد معنوي وتوكيد لفظي. إذا لبست القميصين كليهما. إذا هنا درنا توكيد كليهما، درنا توكيد معنوي. نقدر نديرو توكيد لفظي بتكرار اللفظ القميصين، ولا نكرروا الجملة كلها، لبست القميصين لبست القميصين. إذا كليهما، أو نديرو القميصين القميصين. دفعنا المبلغ كله. إذا ندير توكيد معنوي كله، أو ندير تكرار اللفظ المبلغ. دفعنا المبلغ 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 المبلغ. سؤال ثالث، أؤكد الأسماء الواردة في الجمل الآتية بتوكيد اللفظي تارة ومعنوي تارة أخرى. إذا حضر الطبيب، إذا ندير توكيد لفظي الطبيب، حضر الطبيب الطبيب، أو نديرو حضر الطبيب نفسه نفسه نفسه. أحب والدي، إذا توكيد لفظي والدي والدي، أو أحب والدي كليهما كليهما كليهما. سقيت الأشجار الأشجار الأشجار، تكرار اللفظ، توكيد لفظي الأشجار، أو سقيت الأشجار جميعها جميعها جميعها. أتمتع بحقوقي بحقوقي، إذا تكرار اللفظ بحقوقي، أتمتع بحقوقي بحقوقي، أو أتمتع بحقوقي كلها أو جميعها كلها أو جميعها، وأؤدي واجباتي. نمر الآن إلى السؤال الرابع، أختار من الجمل الآتية الجملة التي توضع في الترسيمة. إذا الترسيمة عندنا فعل ماض، إذا بالنسبة للفاعل اسم ظاهر، ثم المفعول به يكون اسم ظاهر، ثم توكيد، ثم في كلمة أو حرف، إذا في محل جر، إذا حرف متصل بما أنه في محل، إذا حرف متصل في محل جر مضاف إليه أو ضمير متصل. إذا هنا لدينا يغفر، يغفر هذا فعل مضارع، إذا غنحيدو هاد الجملة الأولى، يغفر الله الذنوب جميعا. أنجزت، أنجزت عندنا فعل مضارع، ولكن عندنا الفاعل ضمير متصل، حنا خصنا ضمير يكون أولا خصنا الفاعل يكون ظاهر، والفعل إذا الفاعل يكون اسم ظاهر ماشي ضمير، فعل ماض وفاعل اسم ظاهر. اذا الترسيمه الاخيره او لا الجمله الاخيره هي اللي كتنطبق على الترسيمه اللي فيها
باردون. اذا عندنا الفعل الماض، اذا نظف، فعل ماض نظف. عندنا السكان فاعل ظاهر، السكان. عندنا المفعول به اسم ظاهر الشوارع، الشوارع. وعندنا توكيد جميع، جميع، والهاء ضمير متصل اذا في محل جر مضاف اليه. غنمر الان السؤال الخامس الاعراب. اكمل اعراب الجمله جاء الاستاذ نفسه. اذا جاء فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. الاستاذ فاعل مرفوع بالضمه الظاهره في اخره. نفسه، اذا نفس، نفس توكيد معنوي وهو مضاف، والهاء اذا وهو نديره وهو ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. نمر للسؤال الاخير. المطلوب منا هو شكل الكلمات او الجمل ثم اعرب ما تحته خط في بالنسبه لكل جمله. اذا الاعراب بالنسبه لكل جمله. اذا رايت محمودا، هنا غادي نديرو رايت، نشكل الجمله ككل، محمودا. اذا هنا غنقولوا نفسه، رايت محمودا نفسه. لا لا تترك عمل اليوم الى الغد. العمل واجب، العمل واجب. اذا الان غنمروا الاعراب. اذا نفسه، نفسه غادي نديرو توكيد معنوي تابع للمؤكد في النصب وهو مضاف، والهاء اذا الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. الجمله الثانيه عندنا لا لا تترك. اذا لا اداه نهي وجزم، لا توكيد لفظي، لا الثانيه غادي نعتبرها توكيد لفظي. تترك فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. بالنسبه للجمله المواليه عندنا العمل واجب، اذا العمل توكيد لفظي للجمله الاسميه الاولى، اذا توكيد لفظي للجمله الاسميه الاولى. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد ان شاء الله مع بقيه الدروس دائما على نفس القناه. الى اللقاء.